السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين والدنيا معاكم كويسة وبخير، وإن شاء الله في صحة وسعادة وسلام، وكل اللي متابعنا يا رب يا رب دايما يبقى بخير، وإن شاء الله ما نشوفش فيكم أي حاجة وحشة. انا سعيد جدا بكل اللي اشتركوا لي في القناه وكل اللي بيفعلوا زر الجرس ليصلهم مني كل جديد. اتمنى من الله ان اكون وفقت معكم في توصيل المعلومات، وان شاء الله يا رب اكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. ان شاء الله النهارده موضوعنا ازاي كيف تحصل على حيوان جاهز لعمليه التسمين بدون ان شاء الله اي مشكله. كيف تحصل على حيوان جاهز بدون ان شاء الله اي مشكلة. اول حاجة عشان نحصل على حيوان جاهز للتسمين بدون اي مشكلة، بعمل عملية فحص كامل للحيوان على حدة. بنفحص الاقدام وبنقلم الاظافر اذا كانت طويلة، دي اول حاجة بنعملها في الحيوان. يعني لو ضوافه طويلة بنظبطها بحيث ما تبقاش عائق له في المشي، تمام. تاني حاجة، بنعزل الحيوانات المريضة في الحظيرة منفصلة عن بعضها. يعني حتى لو يعني انت مثلا عندك مجموعة حيوانات اتصابت، كل حيوان خليه على حدة، كل حيوان خليه على حدة، لان ربما اصابة الحيوان دوت بمرض معين، اصابة التاني بمرض معين، لو اجتمعوا مع بعض في مكان برضو واحد يسيبوا بعض بالمرض مرضين، يبقى الموضوع كده خرج من ايدي ويعوض عليها ربنا في الايه، في الحاجه اللي عندي. يبقى دي برضو حاجه ناخد بالنا منها، مش عشان انا عندي مثلا 2-3 مرضانين اروح شايلهم حاططهم برضو في مكان واحد، لا غلط. بعزل ده لوحده وده لوحده وده لوحده، بحيث اقدر ادي ده علاج وده علاج وده علاج، ما يسيبوش بعض بنفس الامراض اللي عندهم فيقوموا يهلكوا الثلاثه. يبقى بنعزل الحيوانات المريضه في الحظيره منفصلة طبعا عن بعضها، وبنعالج وفق توصيات الطبيب يا جماعة، وفق توصيات الطبيب. مع احترام لحضراتكم، مش عايزين حد يعني استدي روح، مش عايزين حد يستخدم في ذكاء علمي وفي ذكاء فكري وفي ذكاء طبيب، وده من رحمة ربنا علينا ان وجد الاطباء في الدنيا. فطبعا لازم تتبع الارشادات السليمة لنجاح مشروعك. يعني ما تقولش انا فاهم في الموضوع يلا هنعمل كذا وكذا وكذا الصح. انت ممكن تبقى فاهم وعارف كل حاجة، بس الطبيب احسن، تمام. تالت حاجة، بتعمل عملية مراقبة للحيوان لمدة 2 أو 3 للتأكد من تناوله العلف وقيامه بالايه، بالاكتراز اللي هو اللي يقرش، يعني ان هو ياكل، تمام. يبقى بتراقب الحيوان لمدة 2 أو 3 أيام عشان تتأكد بامر الله ان اللي ابتدى يتناول العلف دي الحيوان اللي هو مصاب، تمام. رابع حاجة، بتعمل عملية تحصين للحيوانات إذا لم تكن محصنة. بحصن الحيوانات إذا لم تكن محصنة. خامس حاجة، علاج الطفيليات الداخلية، ودي أهم حاجة برضو يا جماعة من ضمن التحصينات، علاج الطفيليات الداخلية والخارجية، سواء كان العجل مصاب أو غير مصاب. يعني سواء ده مصاب أو مش مصاب، لازم تديله الجرعة بتاعة الطفيليات الداخلية والخارجية، تمام كده. وهو اجراء احترازي، يعني ايه؟ ببقى واخد بالي، مأمن نفسي، وذلك من خلال الرش باحد مبيدات الطفيليات الخارجيه الامنه والحقن بادويه طفيلات داخليه، وده برضو يا جماعه عن طريق الطبيب. انت ممكن تبقى خبره في ضرب الحقنه وازاي تخبطها للحيوان، كلامك زي الفل، بس معلش اما هجيب دكتور فاهم هحاسبه، تمام كده. غير ان انا ممكن اخبط حقنه تطلع غلط تموت للحيوان، وده انت حاطط فيها فلوسك، يعني مش حاطط فيها اي حاجه، انت حاطط فيها فلوسك، حاطط فيها شقاك، فانت عايز تكسب منه. يبقى تكسب منه بالعقل ولا نكسب منه بالمفهوميه زي ما بيقولوا؟ لا، افهم منه بالعقل، وان شاء الله ربنا ما يجيبش لكم اي حاجه وحشه يا اصحاب المشاريع، وربنا يوسع عليكم ويزيدكم من خير الله. سادس حاجه، في حاله الاغنام بقى، الغنم، بنحجز الحيوانات اذا كان صوفها طويل وكان الجو مناسب. بنحجز الحيوانات لو صوفها طويل وكان الجو مناسب. سابع حاجه،
ترقيم الحيوانات ووزنها، برقم الحيوان واوزنه بحيث ابقى عارف ان الحيوان ده وزنه قد كده وفاتح له سجل. وطبعا عملت فيديو قبل كده للحاجات ديت، ولما برقم الحيوانات وبعمل لها عملية توازن بعرف ان الحيوان ده معامل التحويل بتاعه في زيادة ولا في نقص، هل ده ثابت في الرتم بتاعه بيديني ولا ما بيدينيش. ودي حاجة مهمة جدا ان انت تعمل عملية حسابية للحيوان بحيث تبقى عارف ان شاء الله ان هو بيديك اللي انت عايزه. تامن حاجة والنقطة الاخيرة بامر الله، عند نقل الحيوانات الى الحظيرة الرئيسية بعد التأكد من سلامتها وخلوها من الامراض. انا بعمل بعد كده اخر حاجة بعد ما بعمل كل الكتالوج دوت، بعمل نقل للحيوانات الى الحظيرة الرئيسية بعد التأكد طبعا من سلامتها وخلوها من الامراض. يبقى انا لازم اتأكد ان الحيوانات بقت سليمة الحمد لله وخلوها من الامراض. وما انساش حاجة اقولها لكم، اهم حاجة يا جماعة انك تبقى مهتم بالمزرعة من حيث النظافة. ما بقاش انا مثلا مجهز حيوان سليم بنسبة 100% او 90%، مش هقول لك 100%، ان هو داخل معامل تسمين وانا مزرعتي معلش ما فيهاش تنظيف ولا فيها نظافة ولا فيها اهتمام ولا الكلام ده كله. لا، لازم انا باخد بالي من المزرعة والاهتمام بالمشروع بامر الله هيوصلني للي انا عايزه. وبالطريقة اللي انا قلت لحضرتك عليها دي بامر الله هتلاقي حيوان جاهز للتسمين بدون اي مشكلة وبدون اي حاجات تضر مشروعك او تضر مزرعتك. ان شاء الله هتلاقي نتيجة سليمة بنسبة 100%. المفاجأة اللي انا وعدت حضراتكم بيها في بداية الفيديو ان شاء الله ان السلالات اللي موجودة قدام حضراتكم ديت ان شاء الله اللي هي سلالات الشاروليه والهيرفورد والسيمنتال والانجس والبرادين، انجس احمر واسود وسيمنتال، كل الانواع اللي حضراتكم شايفينها في الفيديو دي ان شاء الله العروض السلالات دي معروضة للبيع. الاوزان بتبتدي ان شاء الله من 250 كيلو الى 275 كيلو، وفي اوزان 300 كيلو زي ما حضرتك ما عايز. وديت برضو في بدايات التسمين عشان برضو يبقى الكلام واضح لجميع اعضاء مربي المواشي، تمام كده. وباسعار ان شاء الله كويسة جدا وبامر الله فايدة للجميع. واتمنى من الله ان كلكم تبقوا موفقين ان شاء الله، وهسيب لكم رقمي في اخر الفيديو. اي حد عايز السلالات دي يتصل عليا وانا ان شاء الله اجيبها له. وبالتوفيق للجميع وكل سنة وحضراتكم طيبين وشكرا. اتمنى من الله ان اكون نلت اعجابكم، واتمنى من الله ان لا تبخلوا علي بالاشتراك في القناة ودعمي، يصلكم مني كل جديد. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم اخوكم محمد ابراهيم.